كان القاضي طارق البيطار كبير المحققين في قضية انفجار مرفأ بيروت يتابع عمله في مكتبه بقصر العدل عندما تسلم من المحكمة بلاغا بدعوى طلب الرد. الدعوى تقدم بها ضده النائب نهاد المشنوق بحجة الارتياب في حياده في التحقيقات بالانفجار طالبا نقل القضية إلى قاض آخر. لم يقوى بيطار على مقاومة الضغوط السياسية التي تضافرت من معظم القوى السياسية ضده، فتسلمه الدعوى ضده سبقه تهديد مباشر وصل إليه من مسؤول كبير في حزب الله مهددا إياه بخلعه من منصبه بسبب ما وصفه بامتعاض من أدائه. تبلغ المحقق العدلي بمكتبه طلب الرد لمقدم من الأستاذ نهاد المشنوق. من تداعيات طلب الرد حسب القانون اللي منصوص عنه بالمادة 120 من المحاكمات المدنية، فور تبلغ طلب الرد تكف يده حكما عن متابعة الملف بالنسبة للأستاذ مشنوق ولكل الفرقاء، لأنه كل فرقاء الدعوة بالملف يبلغوا نسخة عن طلب الرد ويبدوا ملاحظاتهم بهاي الفترة كلها لحين البت بطلب الرد، تكف حكما يد المحقق العدلي عن اتخاذ أي إجراء بالملف. القاضي طارق البيطار وبعد تبلغه الدعوة لا يتمكن من استكمال جلسات استجواب النواب والوزراء والضباط الذين ادعى عليهم، وبذلك تكون يده قد كفت عن القضية، مما يفتح الباب على مخاوف جدية من طمس العدالة وبتر التحقيقات. اليوم محكمة الاستئناف اللي بلغت القاضي بيطار نص الدعوة وبناء عليه وقف التحقيق، اليوم هي أمام اختبار أمام الشعب اللبناني وأمام التاريخ عما إذا كانت بالفعل ستخضع لضغوط القوى السياسية أم أنها تحكم العقل والضمير وتبقي التحقيق في مساره المستمر. لا شك اليوم حتى اليوم المحكمة لو رد الدعوة المشنوق وأبقت القاضي بيطار في هذا الملف، هناك دعاوى ستتوالى من باقي الأطراف السياسية. يستعد أهالي الضحايا للرد على تعليق التحقيقات في قضية أفقدتهم أحبتهم، ويبدو أن الكشف عن المسؤولين ومحاسبتهم من أصعب المطالب في دولة يقول كثيرون إن سلطتها القضائية تتبع للقرار السياسي ما لم يثبت العكس. أيا يكن قرار محكمة الاستئناف التي تسلمت دعوى المشنوق، فإن الحكومة التي تسعى لاسترضاء دولي ستكون أمام امتحان حماية المسار القضائي العادل لهذه القضية بحسب شروط دول كبرى وعدت بمساعدة السلطات اللبنانية. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت. شكرا لمتابعتكم، شاركوا الآن في قناتنا على يوتيوب.